أهلا بكم من جديد مشاهدين، نستكمل معكم أخبار الصباح ونبدأ بالعناوين. إطلاقوا 5 صواريخ باتجاه شمال إسرائيل من الجنوب اللبناني، والولايات المتحدة تقود حملة لردع إسرائيل من قصف بيروت. بعد جدل لوحة العشاء الأخير، دونالد ترامب يصف حفل افتتاح أولمبياد باريس بالمهين. بمشاركة مسؤولين إيرانيين ووفود من 80 دولة، بازشكيان يؤدي اليمين في البرلمان اليوم. أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من أخبار الصباح لهذا اليوم. نبدأ فيما يتعلق بالملف اللبناني. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن 5 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل، لكنها فشلت في العبور إلى الأراضي الإسرائيلية، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس هانيتا شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية. كما أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضاً أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب الجيش الإسرائيلي، ولم يتبنى كذلك حزب الله الهجوم. من الجولان تنضم إلينا الصحفية هبة مصالحة. أهلا بك هبة. إذن يستمر التصعيد على الجبهة الشمالية وفي جنوب لبنان، ولكن يعني بكل تأكيد الحصة الأكبر من الاستهداف كان بهذا الصاروخ الذي أودى ب12 طفلا في مجدل شمس. بالأمس كانت هناك زيارة لنتنياهو قوبلت بغضب كبير في الملعب حتى أنه تم تمزيق الإكليل الذي وضعه. كذلك أهل الجولان أصدروا بيانا رفضوا فيه الحديث باسمهم. لو تضعين في صورة هذه المواقف من الجولان وكذلك من حيث أنت. نعم، بما يخص مجدل شمس، أهالي مجدل شمس والمواطنون هنا رفضوا زيارة بنيامين نتنياهو التي اعتبروها من أنها يعني بنيامين نتنياهو يروج لأمور سياسية من منبر مجدل شمس ومن مكان الحادثة في مجدل شمس على حساب الأطفال الضحايا، ورفضوا هذه الزيارة واتهموه بأنه يرتكب جرائم حرب وأنه مجرم حرب، وطالبوا من بإنهاء العمليات العسكرية على قطاع غزة وأن لا يتحدث من مجدل شمس لأهداف سياسية. وهذا يعني ما انطبق أيضا على وزراء آخرين. رفضوا المواطنون في مجدل شمس من لقاء سموتريتش على سبيل المثال، وطردوا من مكان الحادثة. على العموم، التطورات الميدانية على الجبهة الشمالية ما زالت ضمن قواعد الاشتباك المتعارف عليها منذ 8 أكتوبر. حتى الآن الهدوء سيد المشهد. يوم أمس كانت هناك مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية ووصلت للمياه الاقتصادية، وقال الجيش إنه أسقط هذه المسيرة وكانت وجهتها منصة كريش في المياه الاقتصادية، وهذه ثاني مسيرة تصل إلى المياه الاقتصادية في منصة كريش التي تعتبر من أهم المنصات التي تستخرج الغاز وتعتمد عليها إسرائيل بشكل كبير لاستخراج الطاقة الكهربائية. لذلك كان هناك تحذير منذ 8 أكتوبر من أن أي عملية تصعيد مع حزب الله من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع الكهرباء في الشمال، حتى أنهم وصفوا ما يحدث من أنهم من الممكن أن يعيش الشمال في ظلمة واسعة. طيب هبة، بما أنك في الجولان، يعني هناك بعض الآراء التي خرجت من أهالي الجولان بالأمس تتحدث عن أن هناك محاولة استغلال سياسي لما حدث في مجدل شمس من قبل الحكومة الإسرائيلية، والناس تتحدث بأن تم تهميشهم على مدى سنوات حتى فيما يتعلق بتراخيص البناء وما إلى ذلك. الآن تذهب القيادات الإسرائيلية في محاولة للقفز على ما حدث واستغلاله في أمور سياسية سواء داخل تل أبيب أو حتى فيما يتعلق بصراعهم مع حزب الله. كيف ينظر الناس إلى ما حدث، وهل بالفعل هذا الشعور موجود لدى كافة من هم موجودين بمجدل شمس وكذلك هضبة الجولان بشكل عام؟
نعم، الغضب من المواطنون هنا بشكل عام هو بسبب أن إسرائيل لا تعطي أهمية أمنية لهذه المنطقة، خاصة للقرى العربية وهي 4 قرى في شمال الجولان السوري المحتل. ولكون أن إسرائيل هي تسيطر على هذه المنطقة، فمن الواجب أن يكون هناك حماية لهؤلاء المواطنون وهم سوريون ويرفضون التجنيس بالجنسية الإسرائيلية، ولكنهم يقومون بهذه المنطقة وقالوا إنهم يفتقرون إلى ملاجئ كافية للمواطنون. على سبيل المثال هناك ملجأ واحد في مجدل شمس، ويتكون عدد سكان مجدل شمس 11,000، لذلك لا يوجد ملاجئ كافية لهذه المنطقة. وأيضا الغضب من أنه 30 صاروخا في صباح الحادثة استهدف كريات شموني وتم إسقاط جميع هذه الصواريخ، لكن صاروخا واحدا أطلق باتجاه مجدل الشمس ولم يتم اعتراضه، حتى أن الصفارات الإنذار انطلقت قبل 3 ثواني فقط من سقوط الصاروخ. نشكرك شكرا جزيلا الصحفية هبة مصالحة، كنت معنا من الجولان، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. أكدت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تقود حملة دبلوماسية لردع إسرائيل عن ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو البنية الأساسية المدنية الرئيسية، ردا على هجوم صاروخي على الجولان المحتل. أضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن الجهود الدبلوماسية الحثيثة تركز على تقييد رد إسرائيل من خلال حثها على عدم استهداف بيروت المكتظة بالسكان أو الضاحية الجنوبية، معقلي حزب الله أو البنية التحتية الرئيسية مثل المطارات والجسور. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها لن تعلق على تفاصيل المحادثات الدبلوماسية، غير أنها تسعى إلى حل دائم لإنهاء جميع عمليات إطلاق النار عبر الحدود. على ذكر هذه القصة حنين، قناة كان الإسرائيلية قالت في تصريحات نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست أنه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب قال بأنه تلقى وعود من مسؤولين دوليين بأن الضربة الإسرائيلية ستكون محدودة للغاية، هكذا تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن هذه الضربة طبقا للوعود التي يتحدث بها وزير الخارجية اللبناني ستكون خارج بيروت، وكذلك حتى لن تستهدف مطار رفيق الحريري. فيعني هناك حتى تلميحات بأنه أمسكستين يعني ربما نقل بعض من هذه التحذيرات، لكن لا نعلم هل هناك نقلت إليه بعض التحذيرات من لبنان، وكذلك بما يتعلق بالبنية التحتية الرئيسية ربما بعد ما تقوله الآن خرج مطار رفيق الحريري، وكذلك المرفأ، كانت مخاوف من استهداف المرفأ مرة أخرى. يعني الفكرة في حد ذاتها هل سيكون هناك تحذير إسرائيلي مسبق قبل توجيه الضربة أم لا؟ كل تأكيد سننتظر ونرى. لكن هناك أيضا مسؤولان إسرائيليان كشف لوكالة رويترز أن إسرائيل تريد إلحاق أذى بجماعة حزب الله اللبنانية، لكنها على الجانب الآخر لا تريد جر الشرق الأوسط إلى حرب شاملة، في ظل تأهب لبنان لرد إسرائيلي بعد الهجوم الصاروخي الذي أدى طبعا إلى مقتل 12 طفلا في مجدل شمس بهضبة الجولان. مسؤولان إسرائيليان ذكر كذلك أن إسرائيل تستعد لاحتمال اندلاع قتال قد يستمر لبضعة أيام عقب الهجوم الصاروخي الذي وقع في ساحة رياضية بقرية مجدل شمس. لقد جئنا هنا اليوم إلى مجدل شمس مع الشيخ موفق طريف ورؤساء سلطات مجدل شمس للتعبير عن تعاطفنا العميق وصدمتنا العميقة إزاء الفظائع التي وقعت هنا، إنها كارثة. أطلق حزب الله بدعم إيراني صاروخا إيرانيا هنا أودى بحياة 12 روحا، 12 فتى وفتاة لعبوا كرة القدم هنا ولسوء الحظ لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان محمي. إسرائيل لن ولم تستطع أن تضع هذا الأمر على جدول أعمالها، ردنا سيأتي وسيكون قويا. إذن كما ذكرنا مدينة مجدل شمس كانت شهدت تظاهرات حاشدة لأهالي المنطقة منددين من خلالها بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب القصف. نتابع.
هناك كذلك الكثير من ردود الفعل على مستوى العالم، في ردود الفعل الدولية أيضا على التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قالت أثناء زيارتها إلى بكين، قالت إنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في لبنان وامتداد خطر التصعيد في المنطقة. ميلوني أشارت إلى أن أطرافا إقليمية تحاول استفزاز إسرائيل، وأنه يتعين على تل أبيب عدم السقوط في مثل هذا الفخ. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان والتي اعتمدتها واشنطن منذ عام 2007. أخطر بايدن الكونغرس بقرار التمديد في رسالة قال فيها إنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان. البيت الأبيض قال في بيان له إن بعض الأنشطة مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله، والتي تشمل أنظمة متطورة تعمل على تقويض السيادة اللبنانية وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. نذهب إلى التطورات في غزة. هذه المرة شن الطيران الإسرائيلي غارة على محيط خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما تسبب في وقوع قتيلة وستة جرحى وفق ما ذكره الدفاع المدني في القطاع. كما أطلقت كذلك المروحيات الإسرائيلية النار على منازل في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس. أما في رفح فواصلت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي على وسط وشمال المدينة، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية النار تجاه مخيم البريج وشمال غرب مخيم نصيرات وسط القطاع بحسب مراسل العربية. وأن أسامة، هناك حدث غير مسبوق يحدث في إسرائيل يخلط الأوراق في الأمن الداخلي الإسرائيلي، تحديدا بعد اقتحام 1500 من المستوطنين لقاعدة بيت ليد، وذلك احتجاجا على ما حدث في سيدي تيمان. كذلك هناك محتجون وأعضاء من الكنيسة اقتحموا هذا المعتقل احتجاجا على الممارسات التي تجرى هناك، وبالتالي تم سحب بعض من هؤلاء الضباط إلى قاعدة بيت ليد. تم اقتحام هذه القاعدة من قبل المستوطنين، وطبعا كل هذا يخلط الأوراق داخل الأمن الإسرائيلي، حتى أن هيرسي هليفي اضطر لقطع اجتماع عملياتي يتعلق بالجبهة الشمالية في هذه الأوقات الحرجة التي تعيشها إسرائيل، وفي ظل يعني التحضير للرد على حزب الله اضطر لقطع هذا الاجتماع والذهاب إلى القاعدة. كل تأكيد هذا التطور طبعا داخلي في إسرائيل، ننتظر ما الذي ستسفر عنه الأيام المقبلة في هذا الإطار. كذلك طبعا كذلك في إطار التصريحات بالنسبة لوزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن حلف شمال الأطلسي عليه أن يطرد تركيا من عضويته بعد أن هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بأن بلاده قد تدخل إسرائيل مثلما دخلت ليبيا وناغورنو كاراباخ سابقا. وزارة الخارجية قالت في ضوء تهديدات الرئيس التركي بغزو إسرائيل وبخطابه الخطر، أصدر وزير الخارجية إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلية تعليمات للدبلوماسيين بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي والدعوة للتنديد بتركيا والمطالبة بطردها من الحلف. كاتس قال أيضا في بيان أن أردوغان يسير على خطى صدام حسين، وأن تركيا أصبحت عضوا في محور الشر الإيراني إلى جانب حماس وحزب الله والحوثيين على حد قوله. منعطف جديد تمر به العلاقات التركية الإسرائيلية، تصعيد كلامي لافت من الجانبين بدأ مع اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي، ووصل إلى حد قول الرئيس التركي إن بلاده قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ليبيا وناغورنو كاراباخ. نحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من القيام بهذه الأشياء السخيفة لفلسطين، تماما كما دخلنا قرباج، تماما كما دخلنا ليبيا. يمكننا أن نفعل شيئا مماثلا لهم، لا يوجد سبب يمنعنا من ذلك. كل ما يتعين علينا فعله هو أن نكون أقوياء حتى نتمكن من اتخاذ هذه الخطوات. وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي وصف الرئيس التركي بالديكتاتوري في أكثر من مناسبة، لم يفوت الفرصة هذه المرة في الرد على أردوغان، حيث شبهه بصدام حسين ودعاه للاتعاظ من مصيره.
أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل، فقط دعوه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر. علاقة أنقرة بتل أبيب تشهد تباينا شديدا خلال السنوات الأخيرة، وصلت عام 2010 إلى مستوى شديد الانخفاض بعد تعرض السفينة التركية ما في مرمرة لهجوم إسرائيلي أدى إلى مقتل 9 أتراك، لكنها وصلت أيضا إلى أفضل مستوياتها عام 2022 بعد استقبال حافل للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في العاصمة التركية ورفع العلم الإسرائيلي في المدينة. لكن 7 أكتوبر أعاد التوتر بين الطرفين. أنقرة علقت اتفاقات تجارية مع تل أبيب، فيما اتهمت إسرائيل أردوغان بتوفير الأسلحة والأموال لحماس لقتل الإسرائيليين. أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا فيها بعد هذا الفصل. بلينكين وأوستن في الفلبين للتأكيد على دعم واشنطن لمانيلا. سبيس إكس تقول إنها قد تهبط صواريخها بالقرب من أستراليا. أهلا بكم من جديد إلى الولايات المتحدة، وبشأن مناظرة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المرشحة الديمقراطية المتوقعة كامالا هاريس. قال ترامب إنه غير متأكد ما إذا كان سيجري المناظرة معها أم لا. وبعد مرور أكثر من أسبوعين على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما لم تتضح أي تفاصيل جديدة عن المنفذ وخططه، وافق ترامب على حضور مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الخميس القادم الذي لا يزال يواصل التحقيق في ملابسات الواقعة. كما أشار الرئيس السابق إلى أن ما حدث خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس فيما يتعلق بلوحة العشاء الأخير وصفه بالمهزلة. في الولايات المتحدة كذلك اتهم نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شركة جوجل بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لدعم منافسة والده الديمقراطية كامالا هاريس. ووجه نجل الرئيس السابق اتهاما مباشرا لمحرك البحث جوجل في تغريدة عبر منصة إكس. قال في التغريدة أن شركات التكنولوجيا الكبرى تحاول التدخل في الانتخابات مرة أخرى لمساعدة كامالا هاريس، مضيفا أن الجميع يعلم أن هذا تدخل متعمد في الانتخابات من قبل جوجل، واصفا إياه بالتدخل الحقيري للغاية. كما تفاجأ مستخدم محرك البحث جوجل لا سيما أعضاء الكونغرس أن خاصية الإكمال التلقائي في محرك البحث كانت تتجاهل على ما يبدو النتائج المقترحة والمتعلقة بمحاولة اغتيال دونالد ترامب. وصل وزير الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن إلى العاصمة الفلبينية مانيلا لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة للفلبين لا سيما في مواجهة الصين. المحادثات المشتركة مع نظيريهما الفلبينيين المعروفة باسم محادثات 2+2 تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والفلبين، وكذلك التذكير بدعم الولايات المتحدة الثابت في مواجهة أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي. إلى إيران، حيث تجرى اليوم مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب مسعود بزشكيان في مقر البرلمان بحضور رئيس السلطة القضائية غلام حسين ورئيس المحكمة العليا وأعضاء مجلس صيانة الدستور. يؤدي بزشكيان اليمين في البرلمان الإيراني بمشاركة مسؤولين إيرانيين ووفود من 80 دولة أجنبية. من المقرر كذلك أن يلقي الرئيس الإيراني الجديد كلمة خلال مراسم أداء اليمين الدستوري، يقدم فيها برنامجه والوزراء المقترحين لمجلس الشورى من أجل نيل الثقة. بدأت روسيا مناورات بحرية مخططة لأساطيل الشمال والمحيط الهادئ وبحري البلطيق وقزوين بمشاركة نحو 300 قطعة من السفن والزوارق والغواصات وقرابة 50 طائرة و200 قطعة عسكرية و20,000 جندي. بيان الدفاع الروسية ذكر أن هذه المناورة تأتي ضمن المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية. إلى فنزويلا، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة كاراكاس ومدن أخرى وتعهدوا كذلك بإسقاط النظام بعد إعلان لجنة الانتخابات الفنزويلية الموالية للنظام رسميا فوز نيكولاس مادورو بولاية ثالثة.
هذا ووقعت كذلك حوادث عنف متفرقة في أنحاء البلاد قبل وبعد إعلان النتائج، تضمنت وفاة رجل في ولاية تاتشيرا ومشاجرات في مراكز الاقتراع في كاراكاس وأماكن أخرى. الشرطة بدورها فرقت احتجاجات في كاتيا غرب العاصمة، وأسقط المحتجون تماثيل الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم منذ عام 1999 وحتى وفاته في 2013، واختار نيكولاس مادورو ليكون خليفته. وقبل ذلك أعلنت السلطات الفنزويلية سحب موظفيها الدبلوماسيين من 7 دول في أمريكا اللاتينية احتجاجا على تدخل حكومات هذه البلدان التي شككت في إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية. اعتبرت كاراكاس أن موقف حكومات الأرجنتين وتشيلي، كوستاريكا وبنما، البيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي يقوض السيادة الوطنية، داعية دبلوماسيها إلى مغادرة هذه الدول. قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركة سبيس إكس تجري محادثات لإحضار إحدى مركباتها الفضائية العملاقة بالقرب من أستراليا، يأتي ذلك بعد اختبار شهد هبوط أحد الصواريخ في المحيط الهندي. في ختام أخبار الصباح لهذا اليوم نذكركم بأبرز العناوين. إطلاق 5 صواريخ تجاه شمال إسرائيل من الجنوب اللبناني، وأمريكا تقود حملة لردع إسرائيل من قصف بيروت. بعد جدل لوحة العشاء الأخير، المرشح الجمهوري دونالد ترامب يصف حفل افتتاح أولمبياد باريس بالمهين. بزشكيان يؤدي اليوم في البرلمان بمشاركة مسؤولين إيرانيين ووفود من 80 دولة اليمين الدستوري. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نعود نلقاكم غدا، إلى اللقاء في أمان الله.